الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ليبين أن الموعظة تكون أحيانا وليست باستمرار. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أول من أو من أوائل من أسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أول من جهر بالقرآن في مكة، وقد تقدمت سيرته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع منه القرآن. هنا كأنه كان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أصحابه، كان يخرج على أصحابه يوما في الأسبوع فيعظهم، فيقولون: لو أنك وعظتنا في كل يوم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة، يعني يتعهدنا مراعيا أوقات نشاطنا بالموعظة في الأيام، يعني مش كل ساعة، في كل فترة، كراهة السآمة علينا، يعني حتى لا نمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى الملل على الصحابة. والموعظة هنا طبعا هي ما يرقق القلوب في الأشياء التي تذكر فيها الجنة والنار وكل الأمور التي تتعلق بالقلوب، ولا يقصد بها العلم. في بعض الناس بيقول لك أعطينا مرة بالجمعة درس أو مرة في كذا، لا، طلب العلم يكون في كل وقت يحتاجه الإنسان. فإذا احتاج الناس اليوم مثلا في أمور يجهلها الناس، فتكون أو يكون طلب العلم في كل ساعة يحتاج إليه الناس أمر واجب. ذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر عن سيدنا نوح عليه السلام قال: رب إني دعوت ليلي قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني في كل الأوقات وبكل الأساليب. ليش؟ لأنه كانوا بحاجة لهذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة كان يدعوهم في كل لحظة، يعني ما يتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس والله إذا محتاج للعلم ما بتتركه، في أي وقت تراه يحتاج إلى هذا العلم تعلمه. أما الأشياء التي إذا كان الناس والله كلها عارفة بأمور دينها، فالمواعظ التي ترقق القلوب هذه التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم أحيانا حتى لا يملهم، يعني بذكر هذه الأمور. وكما قلنا ليس هذا ليس داخلا في باب العلم. اليوم في بعض الناس بيقول لك خلينا درس بالجمعة أو درس كل يومين ثلاثة وكذا، تسأله عن أمور دينه، قد لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، لا يحسن العبادات، لا يحسن مبادئ الأمور، لا يحسن ما هي العقيدة الإسلامية، شو الأشياء التي ينبغي عليه أن يعرفها، شو الأشياء الحلال، شو الأشياء الحرام. هذا وجب عليه أن يكون في كل لحظة في طلب العلم. شو الله يقول والله مليت، لا، تعلم دينك حتى تعرف تطبق هذا الدين. فإذا عرفت كل أمور دينك فخلي الموعظة أحيانا. هذا ما أراد به في هذا الحديث. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.